خلينا نروح لنادي الاهلي في الجزيره، ملعب مختار التتش، استعدادات واللمسات الاخيره على فرقه النادي الاهلي النهارده مع مستر مارسيل كولر قبل مواجهه المصري بكره ان شاء الله في اسكندريه في ملعب برج العرب. معانا زميلنا محمد توفيق من داخل النادي الاهلي في الجزيره. يا محمد مساء الخير. مساء الخير زميل عزيز احمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، وبضم صوتي لصوتك. محدش يقدر ابدا يداري الشمس او يقول الشمس مش موجوده، الشمس موجوده وفي اعلى السماء، واي حد عاقل هيبقى شايفها كويس قوي. يا احمد كلمني على ابطال افريقيا وابطال الدوري وابطال الكاس وابطال السوبر واستعداداتهم للمباراه الختاميه في الدوري بكره ان شاء الله امام المصري البورسعيدي. يمكن يا احمد موسم طويل جدا من اطول مواسم الدوري، الحمد لله يعني بكره هيصدر الستاره عن بطوله الدوري العام بشكل عام، وكمان عن مباراه النادي الاهلي فيها والمباراه المؤجله من الاسبوع ال 30 امام فريق المصري ان شاء الله 8:30 على استاد برج العرب بالاسكندريه. يمكن طبعا مستر مارسيل كولر ادى 12 لاعب من الفريق الاول للنادي الاهلي اجازه بالفعل، محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، علي معلول، مروان عطيه، اليو ديانج، محمد مجدي قفشه، احمد عبد القادر، حسين الشحات، بيرسي تاو، محمد شريف، ومحمود عبد المنعم كهربا. كان النهارده التدريب الاساسي والرئيسي استعدادا لهذه المباراه، يمكن التدريب كان قبله على طول محاضره فنيه لمستر مارسيل كولر اتكلم فيها مع اللاعبين عن هذه المباراه واهميتها والفكر اللي هينوي تطبيقه، خاصه ان بكره احمد هيبقى في عدد كبير جدا من اللاعبين اللي يعني اللي ما كانوش بيشاركوا في اخر فتره بصفه اساسيه، وكمان عدد من ناشئي النادي الاهلي اللي دايما بنعول عليهم ان هم خارجين من مدرسه النادي الاهلي وباذن الله دايما بكره على ارض الملعب. بعد كده كان التدريب طبعا في تدريب بدني قوي وشارك فيه معظم اللاعبين اللي كانوا موجود في التمرين النهارده، محمد عبد المنعم بس اللي فضل الجهاز الفني والطبي انه يخضع ليه بعض التدريبات في الجيم الاستشفائيه طبعا نظرا لحاله الارهاق اللي المت به في الفتره الاخيره، ولكن ان شاء الله يكون موجود من بعد على طول مباراه المصري مع باقي اللاعبين في التدريبات. المجموعه اللي شاركت على طول تدريب بدني زي ما قلت لك قوي جدا، من بعدها بعض التمرينات بالكره، وحالا دلوقتي وانا معاك دلوقتي بتجرى التقسيمه واخر فقرات المران الرئيسي باذن الله رب العالمين، من بعدها الفريق هيتجمع ويسافر على طول لمدينه برج العرب لاقامه معسكر مغلق في احد الفنادق القريبه جدا من ملعب المباراه، يمكن ما بين الفندق وما بين الملعب يا احمد 10 دقائق بالظبط. فريق يمكن هيتناول وجبه العشاء النهارده في تمام العاشره مساء في فندق الاقامه، من بعدها الجميع هيخلد للراحه ليبداوا يومهم باذن الله بكره مبكرا 11 الصبح ان شاء الله هيكون الافطار، من بعدها يعني فقره الاكتيفيشن او التدريب اللي بيتم اجراءه في الفندق هيبقى الساعه 12:30، بعد كده الغداء باذن الله هيبقى الساعه 4:30، ومن بعدها طبعا المحاضره الفنيه في تمام السادسه مساء، ومن بعدها على طول التحرك لملعب المباراه مع كل دعوات بقى جماهير النادي الاهلي بالتوفيق ويكون ختام رائع لموسم رائع يا احمد. الحمد لله حصدنا فيه العلامه الكامله 5 من 5 بما فيها ان شاء الله بطولة الدوري اللي بنختتمها بكره باذن الله الفريق يرجع، اهم حاجه يكون كل عناصره سليمه ومقدم وراه كبيره تليق بكل جماهير النادي الاهلي عشان نخش بقى في معترك جديد يا احمد والبطوله السادسه بطوله كاس مصر باذن الله رب العالمين. ده معناه يا محمد ان المجموعه دي هي المجموعه اللي هيعتمد عليها مستر كولر في مباراه الداخليه لو اتلعبت يعني؟ لا هو الاجازه يا احمد، اتكلمت مع كابتن صالح عبد الحفيظ وقلت له يعني اللعيبه اللي حصلت على اجازه، قال لي لا الاجازه لغايه يوم الخميس فقط ان شاء الله مع عوده التدريبات كل اللاعبين هيكونوا موجودين تمام. باذن الله تمام. طبعا انت عارف ان اكيد يعني الجهاز الفني واللاعبين عايزين يروحوا اللعيبه، لكن انت مجبر ان عندك بطوله جديده بطموح جديد، طبعا انت عارف كل جماهير النادي الاهلي واحنا جزء منها يا احمد انت دايما هدفك البطوله، فاعتقد ان هيبقى صعب جدا تفرط في بطوله حتى لو كانت رقم 6 في الموسم، ولكن اعتقد انك صعب جدا تفرط فيها، فباذن الله القوام الاساسي يكون موجود سواء في مباراه الداخليه ان شاء الله يكتب لنا فيها التوفيق ونقابل باذن الله مره ثانيه المصري في دور الثمانيه، وباذن الله بعد كده يبقى اختتم الموسم بشكل تام يا احمد، وان شاء الله بقى نكمل بطوله كاس مصر في الموسم الجديد باذن الله رب العالمين. الحقيقه انه هيختتم الموسم وبعد كده هنبدا الموسم، يعني انت فاهم يعني. بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق. تقول لي حاجه عن ملف الاصابات لو معانا محمد اساله بس برضه اعرف اخر اخبار تطورات حاله المصابين، هل ممكن نشوف حد منهم في الماتشين او الثلاثه اللي جايين ولا السيزون بالنسبه لهم انتهى والافضل ان هم يبتدوا فتره الاعداد والموسم اللي جاي يا محمد؟ يعني يمكن عمرو السوليه في اخر مراحل التاهيل في برنامجه يا احمد، كان شادي حسين برضه في مراحله الاخيره في البرنامج التاهيلي والاستشفاء بتاعهم، كان محمود متولي بعدهم بشويه ولكن برضه ماشي بخطى ثابته جدا في برنامجه، طبعا اكرم توفيق وكريم فؤاد شغالين بشكل كويس جدا، ولكن طبعا انت عارف خلاص البروتوكول بقى في العالم كله لعمليات الرباط الصليبي هو 9 شهور بالظبط قبل العوده للملاعب، فاعتقد ان الجهاز الفني خاصه انك انت مباراه الكاس هيبقى فيها تنافس كتير جدا، مش هينفع يعني خاصه انك عندك عناصر كتير جاهزه في كل الاماكن، فمش هتخاطب اللعيب راجع من اصابه انت محتاجه
في موسم شاق جدا انه يلعب اخر مباراتين في الموسم. فاعتقد ان بس اهم حاجه الجهاز الفني والطبي يطمنوا على جميع اللاعبين وباذن الله يكونوا معانا من بدايه الموسم وبقى باذن الله بدايه خير. وخلاص يعني انت بتتكلم خلاص بطوله افريقيا يمكن اعلن كمان عن النهارده منافس النادي الاهلي في دور 32. بتتكلم ان الاجازه هتبقى قصيره جدا خاصه انك هتبتدي الموسم تقريبا 15/9 باذن الله بمباراه الدور 2 في كاس افريقيا. فان شاء الله اللاعيبه يعني يا دوب تاخد اجازه كده 10 ايام ولا اسبوعين يا احمد بكتير ويبدا موسم شاق جدا. نتمنى ليه التوفيق في ان كل فريق النادي الاهلي وباذن الله يكون علامه كامله مره اخرى وموسم تاريخي تاني لكل جماهير النادي الاهلي باذن الله رب العالمين. من جهه تاريخي فهو تاريخي، يعني من جهه تاريخي فهو تاريخي. بشكر الزميل العزيز محمد توفيق.